banaanbax aad u ballaaran ayaa shalay garankii dambe ka dhacay magaalada Brussels ee waddanka Belgiumka. Banaanbaxan ay isugu yimaadeen jaaliyadda reer Somaliland, kuwaas oo ka kala yimiday guud ahaan waddamada Yurub. warbixin arrintaas ku saabsanna waxaa magaalada Brussels ee waddanka Belgiumka inooga soo dirtay wariyaheena aamine maxamed cali aamine dhufays oo ka qayb gashay banaanbaxaasi. برنامج آد او بلانن ایا کدای مقاله دا بروسلس اوتن کابل چم کا کاسی اوی کسای قیب گلند مسئولین فنانین و حجارت یه دلواين آد و فربدن او که کلیمید گود اهان و دمدا یورپ یکو شعور تو دکو موچین ایسید ای او تاجر سینهین گونی ایسو تاج سومالیلند مسئولین تی کسای قیب گلند و حاکمی دها امپاسادور کو افردی سومالیلند و دن کابل چم کا مدن محمود عبدی تعر وسوق ورقد أوجد بيا مذاق يوروب وحنا نوح كويتيني ولا تشدد هذا ورقد أوجد بيا مذاق يوروب وحنا هذا الذي سي كم ذاها ورقد سوى حوالي هو بتيشن إنجليزي بتيشن ويجي مركز وحي كوبيسا درين كيل وحي كوبيسا وحي المنطقة عصرا إن مقعد صرا يورو دولة هوج مركز وحي أوجد بيا ورقد سي سراكيشة سرسرة لاشا قيسا ميدوغو يوروب مركا إياقونا دولانا ري يوروب أيه وده قابسيني أيه ملاحتي ويدود مركا سيدة أوليد أيه مبتشن كاس أيه مقابسيني وقدام باينتي وحان ميكريفونك رويا لدح مراي فنانينتي إياه دلوينيهي كالي إيه كسو قيب غالي بنام بحا هاد لدو دينا وحا كميدها أنت أرجع إلى هذا لكن من الله الكريم كرة شوينا هاي قوام هم سنة اعتراف بالصومال لأن الصومال هاي مسكة وحان وحباها هنا وكهري ومد الصومال الآن ولد هذا شعب كذا أقويها كذا سياسيين كذا إن دليرات بشدة كل دول وحان خلاص الدارني أقول سك الصومال الآن قف قصة وهاي الصومال الآن مكحرين يلا جا سياحة يلا جا فريسن شعورته يعني ما تالك أنت أصوت ذا أسبوع كنتي أمين لو كياس خروج أنا يقول هلا يا ما تدي أنا بعده ليه سؤال من ذي هلا سان إن واحد خلاص دار مي سياسيتا وبتشوجا شعبك إن سان هربوا إلي مركز نقطة حلتة أرماها جودي هنا وغوني لكن تسمال لان هنا الله كلا هرين بنامبحان ايا ايمانيا حل لغو وضو ان شركي وضا هذا لدى الصوماليا ايا صومالي لان او كدعو ودنكا توركيغا عمليد فايس رويال تي في مقالة مدحدة ودنكا بلچم وابروسا